ما بتقدر تدور مفتاحها بكره ما حدش هيقدر يدور هذا الموضوع. لو قدام شباب سايق، شباب بيشوف اخوه بيموت، بيشوف ابن عمه بيموت، بيشوف ابن خاله بيموت، بيشوف ابن اخته بيموت، مطلع عايز منه ايش بعد كده؟ لو الناس هذه ما تعاقبتش هتبقى في مصيبه، هيبقى ما بقيناش في دوله. الوحيد عايزين الدوله كيانها سلطاتها تتدخل في هذا الموضوع. حقوقنا ضاعت، اولادنا انقتلوا، دم بارد. لازم الناس هذه تتحاكم، ولازم ناخذ القصاص العادل. اللي تحاكم المحاكم مش احنا. انقتلوا المحكمه، لما المحكمه طلعهم بقى طلعهم. واحنا يعني الحمد لله اليوم شفنا مثال لضابط شريف، ضابط مختار نزل بيان على الصفحه بتاعته. اكيد بوصل الشباب شافوها مشان يروح. ضابط يقول انا بتابع احد الحالات هذه ومكتوب عليه من 3 اشهر. والشاب هذا ملوش اي علاقه بالتنظيمات الارهابيه. وانقتل وتحط التنظيم الارهابيه. هذا هو الواقع اللي احنا عايشينه. ضابط غبي قاعد في مكتبه مش جاب حاجه، مش قادر يحمي نفسه. لو طلع برا الباب بيخاف ومدرعاته بتتاخذ من الشارع. ابناء لقمة سائغة، يجب لهذا الامتناع زي ما قال من شويه الاستاذ يحيى، يخرج منه قرارات بس يبقى فيه لجنه ممثله، لجنه شعبيه لابناء العريش من كل العائلات ومن كل الاطياف. هذه اللجنه تعلن اسماءها امامكم الان، ويتحدى اي حد براها ما يتخذش منه تصريحات، عشان هيبقى فيه ضغوط وهيبقى فيه لعب كتير. لجنه محدده الاسماء، 4 أو 5 أو 6 بالكتير، يتعرف اسماءها الان. هذه اللجنه بمجرد ما تطلع تصريح باسمها كل هؤلاء مضروبين في 10 يتجمعوا في اقل من ساعه. هذا هو الضغط الحقيقي. الكلام ده تاكدوا انه دلوقتي على الهوا في مكتب الرئاسه. تاكدوا ان اللي بيحصل دلوقتي هو اهم شيء جايين منه هناك في مكتب حاكم مصر. يا حاكم مصر، ابناء العريش وابناء سينا يدا واحده هينتخبوا ابنائهم لجنه تتكلم باسمهم. الغير امنين على ابنائهم في سجونك يطالبون بالافراج عنهم فورا، واولا منهم من لم يصدر عليه احكام قضائيه ومحاكمه كل من قتل خارج القانون، او احنا هنحاكمهم. الداخليه التي سرقت منها مدرعات، التي ضبط منها خلايا او منها الشرطه، الداخليه التي قتلت ابناءنا بدون قانون وهم محتجزين عندها، لا نريدها في هذه البلد قبل ان تحاكم.